أهلا بكم من جديد. أشادت وزارة الخارجية المغربية بالمواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا إزاء مقترح منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين. وقالت الوزارة في بيان إنها تثمن عاليا المواقف التي تضمنتها رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف. يأتي هذا الإعلان بعد نحو عام على اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج لأسباب إنسانية كما قالت مدريد، وهو ما أثار سخط الرباط التي أكدت أنه دخل إسبانيا آتيا من الجزائر بوثائق مزورة وهوية منتحلة وطالبت بتحقيق شفاف. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من أكادير السيد عبد الرحيم نفتاح الصحفي بجريدة المنصة 24. أرحب بك سيد عبد الرحيم، ما هي دلالة هذا الاعتراف، اعتراف مدريد بالحكم الذاتي كمقترح واقعي للتفاوض؟ نعم شكرا أستاذ، للتصحيح فقط من الدار البيضاء ليس من أكادير. بالنسبة لأبرز دلالة من دلالات هذا الموقف الإسباني المعلن عنها رسميا يوم أمس هو انتصار الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية، خاصة بأننا كما ذكرتم في قبل قليل بأن العلاقات الإسبانية المغربية شهدت أزمة السنة الماضية إثر دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا تحت لقب غير مزور بين قوسين. هنا دخلت عائق بين البلدين في أزمة دبلوماسية وأزمة سياسية نتج عنها العديد من يعني الأزمات، خاصة إذا عدنا إلى الصيف الماضي كانت هناك دخول العديد من المهاجرين عبر المغرب إلى الأراضي المحتلة سبشة، وهنا زادت الأزمة المغربية لإسبانيا حدة. وهنا بعد هذه الأزمة بدأ الطرف الإسباني يراجع مواقفه خاصة في قضية الصحراء، وهنا كانت الدبلوماسية المغربية كانت ذكية جدا خاصة في البلاغ الذي صدر عن الخارجية المغربية بعد دخول زعيم بوليساريو إلى الأراضي، والذي قال فيه وزير الخارجية المغربي بأن هذا التصرف الذي قامت به إسبانيا هو يخالف يعني يخالف أو يزيد الموقف إسباني تضاداً ضد الوحدة الترابية. طيب ولكن هذا يدفعنا إلى التساؤل سيد عبد الرحيم، هل هذا الموقف الإسباني الجديد هو تغير حقيقي أم مجرد موقف سياسي قد يتغير؟ لأنه حتى الولايات المتحدة اعترفت بمغربية الصحراء ثم عادت وأيدت الحكم الذاتي. بالنسبة للموقف الإسباني إذا عدنا إلى الخطاب الرسمي يوم أمس للحكومة الإسبانية فإنه ركز على عبارة مهمة جدا إذا عدنا إلى الخطاب، فهو يقول بأن العلاقات المغربية الإسبانية تدخل اليوم مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب إجراءات أحادية والشفافية والتواصل الدائم. يعني هنا نرى بأن إسبانيا تعزز أو يعني تريد أن تفتح صفحة جديدة مع المغرب مبنية على التواصل، مبنية على الاستراتيجيات الجيوسياسية، خاصة بأننا نعرف بأن المغرب
هو شريك جيوستراتيجي مهم جدا، ليس لإسبانيا فقط ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وهنا الموقف، هذا الموقف هو موقف تاريخي. لماذا؟ لأن إسبانيا هي عضو بارز في الاتحاد الأوروبي، ولا شك بأن موقفها هذا سيؤثر إيجابا على الموقف الأوروبي، خاصة بأن قبل إسبانيا كان المغرب دخل في أزمة مع ألمانيا بسبب موقفها غير الواضح من قضية الصحراء. وإذا عدنا إلى الأسابيع القليلة الماضية، فبدأت هذه العلاقة ربما تعود إلى وديتها بسبب تراجع الموقف الألماني، ويعني انفتاحه على القرار المغربي الذي موقفه الذي يدعم سيادته على الصحراء. طيب أخيرا سيد عبد الرحيم، أخيرا وباختصار لو سمحت، الجزائر استدعت سفيرها في مدريد للتشاور كما قالت بعد هذا الموقف الإسباني. لماذا تبدو الجزائر متحمسة لقضية الصحراء ربما أكثر من الصحراويين أنفسهم؟ للأسف الجزائر هي اتخذت خطوات معادية للوحدة الترابية، معادية لحسن الجوار بين البلدين، خاصة بأن اتخذت موقفا في السنة الماضية بقطع علاقتها مع المغرب، علاقات دبلوماسية، كما قطعت أوقفت أنبوب الغاز الذي يمد أوروبا بالغاز الجزائري. وهذه مواقف ليست في صالح الجزائر. الجزائر معروفة هي تدعم هذه الجبهة الانفصالية الموجودة على أراضيها، أراضي تندوف. لا نعرف لماذا هذا الموقف يعني الجامد والمحرض ضد الوحدة الترابية المغربية. اليوم الجزائر بمواقفها هذه هي تجعل نفسها أكثر في عزلة، نعم. عزلة في النطاق المغاربي والنطاق ربما الدولي، والخاسر الأكبر اليوم هي الجزائر. ربما إذا كانت العلاقات بين المغرب والجزائر هي الآن شبه متوقفة والحدود مغلقة، وهذه المواقف يعني تخسر البلدين يعني مليارات دولارات بشكل سنوي، ولكن الخاسر الأكبر هي الجزائر من هذه المواقف المحرضة، المواقف المعادية إلى. شكرا لك سيد عبد الرحيم نفتاح، الصحفي بجريدة المنصة 24، كنت معي عبر سكايب من الدار البيضاء.